صراحة احنا كلاعبين ولا كفريق تحت ورقة ما راضيش على النتيجة اللي حصلنا عليها صراحة. البداية المقابلة ما دخلناش فيها مزيان هي فاش حصلنا عليها يعني 3 أهداف اللي كنا في غنى عنهم، ولكن تبقى ان المقابله دي تعطينا واحد الدرس باش نعاودوا نبداو نشتغلوا باش نحسنوا من المردود ديالنا داخل الميدان ان شاء الله، ونحصلوا على نتيجه ايجابيه اللي ترضي جميع مكونات فريق الاتحاد التوالده. وطبعا الحال تبقى ديربي عنده واحد موتيفاسيون ديالو خاصه، كنا داخلين على اساس باش نحققوا نتيجه ايجابيه ونبادروا باش اننا نسجلوا، ولكن جو اهداف في مجرى اللاعب اللي صراحه بعثرت الاوراق ديال الاطار الوطني طارق سكيتيوي، حاول ندير كل الموقف، ولكن 3 أهداف من تيجيوك في واحد الوقيته متقاربه تيخليوك شويه تيبعثروا الاوراق، ولكن رغم ذلك جاونا ضربه الجزاء اللي كانت على الاقل اننا ترجعنا للمقابله، ولكن سوء الحظ اننا ما تسجلتش. حاولنا اننا نغيروا في الشوط الثاني باش ندعموا الخط الامام باش نزيدوا نحصلوا على فرص نسجلوا، ما تاتاش لنا. تبقى المقابله في واحد صراحه دازت في واحد الجو رياضي. نتمنى التوفيق للفريق الجيش الملكي، ونتمنى التوفيق للفريق تحت والدي ان شاء الله في باقي الدورات ان شاء الله. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.